تغريدات اذا عديده للعديد من الشخصيات بعد عوده رئيس الجمهوريه لارض الوطن والبدايه اذا بتغريده الوزير الاول عبد العزيز الجراد عبر صفحته الرسميه في تويتر اين قال سررت بتجدد لقاء مع سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون وعودته معافا الى ارض الوطن بعد رحلته العلاجيه نتطلع لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الجزائر الجديدة وتجسيد الالتزامات الأربع والخمسين التي تعهد بها الرئيس أمام الشعب الجزائري ونحن مجندون لذلك ومن أجل ذلك عبد الرزاق مقري أيضا قال نقول للسيد رئيس الجمهورية أهلا وسهلا بك وعودة ميمونة ومنعك الله بالصحه ومتعك الله اقول بالصحه والعافيه واعانك في مهامك بما يخدم البلاد والعباد كذلك تغريدة أخرى إذن لأبو الفضل بعجي الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على عودة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد بن سالما معافى الحمد لله على شفائه من سقمه وعودته إلى أحضان شعبه ووطنه اللهم احفظ الجزائر وشعبها وجيشها كانت هذه تغريدة أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب الأفلان نبقى دائما إذا مشاهدينا الكرام مع التغريدات وإلى تغريدة الآن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا والذي قال بعودة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن نحمد له السلام ونتمنى له دوام العافية ونسجل بارتياح حالة الاطمئنان العام التي نتمنى أن تكون انطلاقة جديدة لاستكمال مسار الجزائريين نحو الجزائر الجديدة تغريدة أخرى ومنشور آخر كان لي الدكتور أمين لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب قال فيها الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه الحمد لله رئيس عبد المجيد تبون يعود سالما معافى إلى أرض الوطن وفي هذا الوقت ما هو إلا بشرى خير لمواصلة مسيرته العظيمة في تجسيد استكمال بناء جزائر العصرنا والحداثة التي توفق بين الأصالة والمعاصرة دمتم ودمنا في خدمه الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الابرار تحيا الجزائر